اللحظات الأخيرة محمد الكرداني لرامي جنيدي، رامي جنيدي والجماهير النادي الأهلي الجماهير العظيمة رغم الهزيمة لكن بتستمر في المؤازرة لفريقها. وثواني ولحظات أخيرة والحكم بيوقف اللعب. في إصابة لأحد لاعبي نادي الجزيرة، مش عارفين اللي حصل بالظبط، يعني زي ما قلت المخرج يعني مش عارف بيدور على حد في وسط الجماهير، سايب الأحداث في الملعب ومركز مع الجماهير. يعني في مباراة اليوم الجماهير ظهرت أكتر من اللاعبين والحكام. في إصابة بس مش عارفين لمين، يعني منظر يعني لا نتمناه ولا نقبله في ملاعبنا. يعني خلاص النادي الأهلي زي ما قلنا متأهل وفايز بلقب بطل المجموعة الثانية، والخسارة مش هتأثر على الأهلي في أي حاجة، بالعكس النادي الأهلي هو رغم الخسارة هو على قمة المجموعة الثانية. لكن مش عارفين هل في نوع من الاستفزاز من اللاعبين ولا ايه، مش عارفين. شغب بدون داعي، احداث سيئة. لا 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 مش ممكن بصراحة، يعني مش عارف، عمر ما كان في كده في مباراة كرة السلة. خلاص اتقلبت مجزرة، حرب داخل قاعة النادي الأهلي، وعمر ده ما حصل قبل كده داخل ملاعب كرة السلة.